يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائة واثنين وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وخمسة وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ستمائة وتسعة وسبعين ألف شخص